مراقب الوثائق بتبقى المهام بتاعته كلها في كل انواع الشركات. اول حاجه ان هو بيدي بيبقى بيتابع السيريال بتاعه الدوكيومنتس اللي بيطلعها، بيحط مانجمنت سيستم للدوكيومنتس بتاعته، بيقدر ان هو يكونترول كل البروسيس الموجوده في الشركه على الدوكيومنتس الفنيه، بيتابع الاجراءات، تنفيذ الاجراءات دي في الشركه. ايه تاني؟ بيتابع الرضا العملاء، بيتابع بتاع ده الطلبات، الاستبيانات، طلبات الشراء او الحاجات دي كلها، بيتابع كل الدوكيمنتس الموجوده اللي هي داخله الشركه واللي خارجه من عنده من الشركه. هي مين اللي بيبقى مسؤول عن اللاترز مثلا والايميلز والفاكسز والكلام ده، بس هو بيبقى مسؤول عن كل الدوكيمنتس الموجوده في الشركه، كل الدوكيمنتس الفنيه يعني. هم امين واياكم.